السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبير سولو بعد ما لو بقى توتين وحان لا يهي هبين ونكسن صاحب بدا قالي جاء ايكو حيران جنال كي اللي لايف وحاربا عاوسة اجيدين وحوا مبدوع عاوة قال درمو ساكو سؤالتين تيتل كي قرال كبو وحا ارين دك دقه وحالة دك دقه سو جهدي جاجلستي عانك اهاي عبد المريد بيري أتكس أو أه مجاجل استقاد لغو يقان الجيد سو مركة وحلا يا هاي ما أنت إلى أرتاع عافيو باب أتكس وحوا جدك أو أهدك أو جعل هاي أنك دي دراز موضل كواهي ما دام إن علي إن أو ما أنت أو كسوب أرين دك دك أرين تاسو أرين حنون أو أسن خبن لكن إكسوب بودي marku xalay ahay walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin kulay ducada waa xaqiina waxa rajaynayna soo duceysiin baba ajikis waxa waa nin aad iyo aad noogu weyn markaan maanta arkay mara bulshada aad isku dhaafnay oo dad badan soo bandhigayna arkay marka arkay dad badan oo soo bandhigayo dadkii oo leh baba ajikis xanuunsaday iyo ajikis saasaan noqday marka waxa aniga naftirkeyga waa yaabi oo xitaa marka arkay dad badan soo gelinaya marka waxa waa qofku marka komandiyan yahay mise qof la yaqaan marka yaa waxa waa dhibaatooyin badan iska jirto marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ka bariyeena inuu Ilaahay caafimaad siiyo maadaama uu yahay mujaajilista aad iyo aad qosol siiyo waa nin igu weyn aan aad u xishmeeyo rasbad u hayo marka waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ka bariyaa إنه عاف ما تام إلهي سيو أو إلهي ما دام وياهي نين دتك بالشدة أت وقصر سيو مركو حواي إن مد على السعودي إنك يلانتي إلا أنت كلا سو إكاد وحنا إنك أدام جري على السعود جري أو أت كي قصر سين جري لكن عاو أنتو يكتب بنته وحي يقول دون تبع هاي وحاربنا إن أدعي إنه صاحب هذا يوحرن إذن كان إلهي أبرسين أو عافماد إنه إلهي سيو عدو حال الشيء أنه كجر كومو أي تهي أهلة آدي آد أو عاكرا أركو حالي هاي ددك ولا الله إنه أسود عيان أني كانو حالي هاي إلهي سبحانه وتعالى وحاو بريا إنه إلهي عافماد سيو وحنوك إلهي كقادو ما دام إي تهي وجدين أدونك وحواي ميسر اسكسو جوم من الأولى كل نفس دائقة الموت على ورطة وحواي أنا واسك الصعون واسك عاف ما تقبنه أو حلقي أو أبو إني النفط ما قبل حدا بركو حواي ووحي على اسك دبات أو اسك جيران أو إلهي يدو ويكو قرن وقوني بركو حلقي هاي عبد المرود دير في ملكي سائيو قرابي بحلقي إن شاء الله نيد قير هلو الشيغو إلهي إذن كيسو عاف ما دا قرآن هلا سارو وحواي كلي إن شاء الله دعونا هلا بديو بابها وعاف ماذا ما دام وياي قف السجنة وهذا حنص إنه إلهي عاف ما تسيء وشقدي سنة وكلها بتو ما دام الشيء إنه سعيد قف مركز ورا وشقى إنه هذا شقدي كدي مركو كسر لابت وأكتا قف مركو هذا وابح لنا وحنص وادي عاد قف أنا وين حنون مركو نغض قف ee nafta ka baa masqof xanuun soo nafta ka baxday waa arin naxan leh waxa la yaa qoyska iyo qaraabada insha Allah ilaahay idinkiisu caafimaadaya anigana waxa la yahay walaalaha muslimiinta meel walba ay joogan inta taageersan inta taageer oo harto taageer laa ma baa ninkaas laakiin ilaahay idinkiisu waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo caafimaad tam ah oo ilaahay inuu siiyo oo si degdeg ah waa arin aad iyo aad loogu لو مرغود وانو كمرغود حتى ما حق ورك برا بلشده وامن وا ميل ولبو ميل قار او لا يقان او عان مركا حقيق سد مرك اني باش دم ايتا لكن مرك ورد اسك عادي ان اركا مرك حلايا ان شاء الله الى انك سو عاف ما انا انا غن هدانا بعد رير اجكي ستاير وما هي ان شاء الله وحرجينا انه الهي عافيه اذا كان وحنا رجينا انا اسو دعيسي او الهي عاف ما تقالو إن شاء الله عافمات كان إلهي سبحانه وتعالى مركو حنا أصحابته مقالك سي شير قرين حنا سي جارسي أصحابته كليته سي جارسيو نبي تقليو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبير سولو بادي مالو البقات جوتين. وحان الله هاي هبين ونكسن صاحب هذا القالي جاء ايكو حيران جنال كي اللي لايف وحاربا عاوسة اجيدين وحوا مبدوع عاوة قال درمو ساكو سؤالتين تيتل كي قرال كبو وحا ارين دك دقه وحالة دك دقه سوو جهدي جاجلستي عانك اهاي عبد المريد بير اتكس او اه مجادل استعاد لو يقان جيد سو مرك وحا لها هي ما انت الى ارتا عافيو باب اتكس وحوا ددك او ادك او جعل هي ان كديد راد مودل كو هي ما دام دعدي ان او ما انت او كسو بود ارين دغدغه أرين تاسو أرين حنون أو أسن خبن لكن إكو سبودي مركو حالي هاي ولا لا سوماليات ميلو البعجوكتين كلي تعدو حقينا وحارجين لنا أسود عيسين بابا أجيكي سوحاوايا من آدي آد نوغوين مركان ما أنت أركي مراب لشد آد لسكو دا دافنا أو دد بدن صوبان ديانا أركي marka arkay dad badan oo soo bandhigayo dadkii oo leh papa ajikis ah hanuusaday iyo ajikis ah noqday marka waxa aniga naftirkeyga waayay oo xitaa marka arkay dad badan soo gelinaya marka waxa waa qofku markuu komandiyan yahay mise qof la yaqaan markuu yahay waxa waa dhibaatooyin badan iska jirto marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo madam oo yahay mujaahidist aad iyo aad ii qosolsi waan nin igu weyn aan aad u xishmeeyo rasbad u hayo marka waxa leeyahay ilaahay waxaan ka baryaa inuu caafimaad taama ilaahay siiyo oo ilaahay madam oo yahay nin dadka bulshada aad ugu qosolsi marka waxa waa in muddo aan la socday aniga yaraantii ilaa intaan kala soo ikaado waxaan aniga aadaab jiray aan la soo jiray oo aad kii qosol siin jiray laakiin caaw arintu ka duwan tahay waxay ugu duwan tahay waxaan rabnaa inaan u duceyno saaxiibada igu xiran idinkan ilaahay u barisiin oo caafimaad inuu ilaahay siiyo hadd waxa la sheegay inuu ku jiro koomo ay tahay xaalad aad iyo aad u cakiran marka waxaan leeyahay dadka walaalaha ah oo inu usoo duciyaan anigana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu barayaa inuu ilaahay caafimaad siiyo oo xanuunka ilaahay ka qaado maadaama ay tahay ujeedin adduunka waxa waaye meesha la isku soo joogo ma la oga kullu nafsin daa'iqatul mawt ala wirta waxa waaye anagoo iska socono iska caafimaad qabno waxaa laga yaabaa inay nafta naga baxdo marka waxa waaye waa waxyaalo iska dhibaato ah oo iska jiraan oo ilaahay hadduu wixii ku qoran waa gooni marka waxaan leeyahay cabdi murud